من قلب الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر، وبالتحديد من منطقة غيط العنب التي تعتبر من أهم المناطق التي شهدت نهضة عمرانية بناء على توجيهات السيد الرئيس. ومن أهم تلك المشروعات الحيوية محور المحمودية شريان الأمل الذي سوف يقوم بربط الإسكندرية جميعا بعضها ببعض. واجه المشروع الكثير من التحديات التي كان من أهمها وجود عدد 28 مسجد وزاوية أقيمت على ضفاف ترعة المحمودية. أغلب تلك المساجد تم إزالتها، وتعهد القائمون على المشروع ببناء مساجد بديلة، وتحديدا من مسجد سيدي أبي الإخلاص، ذلك المسجد ذو الطابع الصوفي الذي تم بناءه منذ أكثر من 80 عاما على مساحة تقرب من 2000 متر، أهم منارة لنشر الفكر الوسطي في منطقة تسكنها أغلبية مسيحية. كما يضم المسجد جثمان الشيخ أبو الإخلاص الذي يعتبر أهم أحد علماء الإسلام الوسطي. إن دعونا لا بإخوان ولا بسلف ولا بحاجة أبدا، إن خلال سيدنا أبو الإخلاص أوصانا بإخواننا المسيحيين خير، مش أوصينا بالمسلمين خير، حاشا لله. يعني سيدنا كدامنا يقول إن أوصيكم بإخوانكم المسيحيين خير. كان يحث أبنائه على الهمة وعلى العلم وحضور حضرات الذكر والاهتمام بالفكر الوسطي وتعلم قراءة الأوراد والقرآن، كما أوصانا جميعا بالتخلق بالأخلاق الإسلامية الفاضلة. وقد صدر قرار بإقامة كوبري بجانب المسجد تفاديا لهدم المسجد يبعد 8 أمتار عن المشروع. إلا أن رواد المسجد قد تفاجأوا بإصرار القائمين على المشروع بمساومتهم على الإبقاء على الضريح وهدم المسجد، مع فصل الضريح عن المسجد بمسافة أكثر من 150 مترا وتقليص المسجد لأقل من 50 مترا، الأمر الذي أدى إلى غضب شديد لدى الآلاف من رواد المسجد وسكان المنطقة. عايزين يفصلوا المسجد عن المقام. اولا كنظام صوفي معروف على مستوى العالم، خاصه متاصلا في مصر، ان جميع الخدمات الصوفيه والروحيه والخدمات المتاصله في السنه وفي الشريعه لابد ان تتلاصق وتتلاحم مع صاحب المقام او الضريح المدفون فيه العارف بالله سيد برهان الدين ابو الاخلاص السلطان. بمن يهمه الامر تجاه هذا المكان الا يفصل الضريح عن المسجد، لان الضريح هو المسجد والمسجد هو الضريح، لاننا جميعا مرتبطون بهذا المكان ارتباطا روحيا، فشيخنا هو اب روحي لنا، لا نستطيع ان نكون في مكان وهو في مكان. نفذ هوى في نفوس بعض هؤلاء الاعداء، وخصوصا ان هذا المسجد عندما راينا الكباري تقام بجواره لا يعوق الطريق ابدا، لا يعوق الطريق، فلما نقضي عليه؟ وهذا الحي ليس فيه متصوفه الا في هذا المكان. ويأتي إلى شيخنا من جميع أنحاء العالم أناس ومحبون وزائرون وأبناء لشيخنا، فإذا سمعوا هؤلاء بهدم أو بقيام الإدارة المصرية بهدم هذا المسجد فإنهم سوف يغضبون، لذلك ويكون شعور هذا الشعور سيء تجاه هذه الدولة وتجاه الذي قام بهذا العمل. والسؤال يطرح نفسه، هل قرار هدم المسجد قرارا إداري يقبل التعديل، أم هو انتصارا للفكر المتشدد على الفكر الوسطي؟